بسم الله الرحمن الرحيم آه السؤال بيقول آه مين هو النبي اللي كان أصغر من ابنه؟ آه النبي ده كان هو النبي عزير وده بالفعل كان في وقت من الأوقات أصغر من ابنه، آه عزير ده كان نبي من أنبياء بني إسرائيل وراجل صالح وتقي إلى أبعد الحدود اصل الحكايه بقى اللي احنا عشان نعرف يعني ليه كان هو اصغر من ابنه ان ربنا سبحانه وتعالى اختار عزير لهدايه اليهود في عصره واللي كانوا ابعد الناس عن التوراه وتعاليم التوراه وتعاليم سيدنا موسى. وحصل ان النبي عزير كان راكب حماره وعد على قريه كلها خراب ودمار لا عمران ولا انسان حي وحد الله. ويقال ان القريه دي كانت بيت المقدس على اشهر الاقوال يعني. المهم النبي عزير بص حواليه وتعجب ازاي ربنا هيحيي المكان ده كله بالمباني والبني ادمين والحيوانات والنباتات يعني شيء فوق قدره العقل البشري ان هو يتصوره مش عاوز كلام والنبي عزير قال ينام شويه ويقوم يكمل المشوار بتاعه بتاع الناس في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه وهو نايم لمده 100 سنه وبعد ال100 سنه قام من النوم آه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى رد فيه الروح مره ثانيه وجاله ملاك في صوره بشر يسالوا بقى انت كنت نمت قد ايه قال له يمكن يوم او اقل من يوم الملاك قال له لا ده انت نمت 100 سنه بقدره الله ومشيئته ولفت نظره الاكل اللي كان معاه لقى زي ما هو ولا باظ ولا فسد ولا عفن ولا طلعت ريحه ولا اي حاجه حصلت له ابدا وبعد كده لفت نظره للحمار بتاعه لقى كوم عظم وجلد مش اكتر وبقدرة الله سبحانه وتعالى لقى العظم بتجمع قدامه وبعدين بتكون عليه اللحم والجلد والشعر ويرجع كائن حي زي ما كان من مئة سنة فاتت الملاك قال للنبي عزير كل اللي حصل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى عاوزك تكون آية للناس اللي في عصرك وتقدر بقى كده تهديهم بكل سهولة للطريق للطريق المستقيم وعبادة الله وعدم الشرك به. طبعا اللي حصل ده كله النبي عزير ما يقدرش بقى يقول حاجة غير أعلم أن الله على كل شيء قدير. ورجب حماره واتكل على الله يمشي في انحاء القريه الخراب اللي هو ايه كان كان ماشي فيها من 100 سنه انما لقاها بقى عمرانه بالناس والحيوانات والنباتات ومليانه بيوت وطرق الى اخره أه وسال الناس اللي صادفهم يعني ان كانوا يعرفوا حد اسمه عزير أه قالوا له انهم فعلا عارفينه كويس قوي وان ده كان راجل صالح وتقي انما ده راجل مات من 100 سنه ولما قال لهم ان هو يبقى عزير محدش صدقه طبعا بطبيعه الحال انما راحوا لواحده ست عجوزه ومعمره قالت لهم على اوصاف عزير واللي كانت تنطبق تماما على الراجل اللي قابلهم وما صدقوهوش ولما عرفوا الحكايه يعني بتاعت عزير عرفوا ان هو ايه ومعجزه من ايات الله ومعجزاته وعلشان كده قدسوه وحبوه وهو من ناحيته قعد يعلمهم التوراه بقى من جديد ويعلمهم الدين والتدين على اصولهم وازاي يبقوا يهود كويسين ومحترمين وزاد قوي بعد كده عدد الناس اللي امنوا بيه واتبعوه وطبقوا دروسه تطبيق عملي أه لما النبي عزير لما نام كان عمره 40 سنه ولما صحي بعد 100 سنه برضه فضل على شكله صورته وعمره وكان ابنه في الوقت ده عمره 120 سنه يعني بالفعل كان النبي اصغر من ابنه او الابن اكبر من ابوه وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته